نسأل مشاهدينا لآخر فقرة لليوم مع ضيف اليوم، وضيف اليوم أكثر من مميز، صوت رائع، حضور أروع، عنده جمهور بكل العالم العربي، قدر يبرهن فعلا أنه بالأغاني الحلوة والأغاني الراقية بنقدر نوصل للنجومية، بعيدا عن كل الأغاني اليوم يلي عم نسمعها يلي شوي صارت غريبة عجيبة. أهلا وسهلا بالنجم الفلسطيني العربي إياد طنوس. أهلا وسهلا، صباح الخير. أول شيء أهلا وسهلا فيك ببيروت، أهلا وسهلا وبقناة الجديد وببرنامج صباح اليوم. شكرا. أنا كثير مبسوطة بوجودك معي اليوم إياد. خبرني، لك غايب فترة طويلة عن بيروت وهلأ رجعت لنا، كيف لقيت بيروت؟ إلي سنتين غايب لأنه بسبب الكورونا. أكيد. بيروت نفس الشيء، أنا بحب بيروت كتير، مش ملاقي فرق، بس في فرق بسيط بأشياء معينة. شفتك هيك عم بتسوح على الانستغرام، فرقت عليك بيروت؟ لا، أنا في محلات اللي رحت عم بزورها هاي المرة ما كنتش فيها قبل، وهي المرة أنا جاي شغل مش جاي حفلات، يعني جاي لأعمل أغنية ولا أصور كليب. أكيد هلأ رح نحكي عنهم بسياق الحلقة. خبرني شوي إياد، اليوم النجومية يلي عملتها منا سهلة، أنت اليوم رقم صعب بالوسط الفني، وما بنعرف كتير عن بداياتك، بنعرف أنه أنت شخص من أول ما بديت اشتغلت صح، عملت أغاني صح، أغاني كسرت العالم. الحمد لله. بفلسطين انطلاقتك طبعا كانت على الدول العربية، وهذا الشيء صعب اليوم، يعني كيف قدرت تعمل هذا الشيء؟ مزبوط. أنا من زمان بغني، أنا من زمان عندي بطلع حفلات، وأنا بالأساس من بيت فني، حياة الوالد وخيه كمان مغني، بس لأن عرفت، تعال نقول لأن عرفت برية فلسطين، هو كان عبر أغنية لتغيبي. أنا عامل قبل كتير أغاني، بس أغنية لتغيبي هي كانت الكارت الجديد تبع إياد، كانت الانطلاقة لبرا، أخذتني على لبنان، أخذتني على الأردن، أخذتني على إذا بدك على أمريكا، على أوروبا. دائما كان عندي أمل، وكنت شايف إنه الأغنية هي اللي بتوصل، هي اللي راح توصلني بعيدا عن البرامج، برامج الهواء. بس اخترت أغاني صح، يعني اليوم إياد في كتير ناس بيقولوا أنه لا بالفن في شانس، والشخص بده يتكل كمان على حظه، أنا عملت غنية حلوة ما زبطت. اليوم أنت مثال فعلا لكل فنان شاب أنه كيف يشتغل صح ليوصل. أنت ما تكبرنيش هالقد، بلا عم بتكبريني كتير بالعمر. مش بالعمر، عم بتكبريني بال لا قيمتك كبيرة إياد. أنا ما بأمن بالشانس، أنا بأمن بالعمل الصح، بأمن بالنشاط. يعني انا كنت عم بقول لك، انا كنت عامل قبل شي 10 اغاني قبل وما ضربوا كتير، يعني جابوا مشاهدات نسبه عاليه بفلسطين بس دائما كان عندي امل انه راح في اغنيه راح تصيب. نقل النوعية كانت لإلك لتغيبي. مزبوط، لتغيبي كانت يلا هيدي بعتقد الأغنية الأحب كمان على قلب كل اللبنانية والدول العربية. بدنا نشكر كمان الكاتب تبع الأغنية تميم أبو الدقوش والموزع رامي عرفات، تحية لإلهم. يلا. شوفي شو قاسي الغدر، شو صعب ومر القهر، أنا جايك بحس الصبر بغيبتك بغيبتك، ما بعرف غيرك أعش، بحبك عم دوب وغرق، سرعة قلبي بتتعلق، برجعتك برجعتك، لا 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 تغيبي يا شمس ولقلبي، انت عمري وانت نصيبي وانت رفيق دربي، لا 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 تغيبي يا شمس ولقلبي، انت عمري وانت نصيبي وانت رفيق الله. يا إياد، إياد شو كانت ردة فعلك اليوم بس عملت هيدي الأغنية؟ وأنا سمعتك مرة عم بتقول أنه أنا كنت دايما أقول أنا بدي غني ببيروت، وجيت على بيروت مع أغنية لتغيبي وعملت حفلة، خبرني وبكيت على المسرح صح؟ مظبوط. هي الأغنية كانت عم أحكي لك، أنا قبل يعني كنت عامل أغاني اللي كانت تجيب، يعني معود باليوم 10,000 مشاهدة، تعال نقول بسنة بجيب 1,000,000. أوكي. بالزمانات حطيت الأغنية، حطيتها على اليوتيوب، نمت
قمت بعد 24 ساعة في بطلع على الأغنية 100,000 مشاهدة، بفرق عيوني بطلع بقول 100,000 مشاهدة يعني مصدق، صوت صرخ بالبيت هلا بنادي أمي بتجي علي شوفي بقول لها 100,000 مشاهدة تقول لي ربحت مصاري يعني أمي ما بتفهم باليوتيوب كثير. فكانت الأغنية عن جد جابت ردود كثير قوية، أنا ما كنتش متوقعة يعني، كنت شايف نجاح الأغنية بس مش بهالطريقة. فصاروا بالأول يبعثوا لي من لبنان كثير، وانا عم بقول لك يعني كان حلمي اجي على لبنان، مش بس اغني، حلمي اجي على لبنان، كثير بحب لبنان، كل فلسطين بتحب لبنان ونحن كمان تحيه كثير كبيره للشعب الفلسطيني. فاكتر اللي بعثوا لي انه بدنا اياك بلبنان، بدنا اياك بلبنان، بس مش متوقع انه قد اغنيه ناجحه بلبنان. ما في خبرك الاغنيه شو عملت يعني، اللي بيسمع عربي واللي ما بيسمع عربي بتذكر انا وين ما نروح كل العالم حاطين لتغيب يعني، اخذت ضجه كثير كبيره. مزبوط. فجيت اول نهار كان 21/8/2018 بنسوش هذا التاريخ، غنيت كانت اول حفله لإلي. بلشت احس بنجاح الاغنيه من المطار. كم شخص كان فيه؟ من المطار كان شيء 1000 شخص. كان شيء 1000 شخص من المطار بلشت احس بنجاح الاغنيه. الناس تقول لي انت لا تغيبي، ما يقولوش بيها الطموس انت لا تغيبي، اقول لي فكان كان حلو نجاح الاغنيه. واستمريت اللي استمريت الاغنيه اللي عملت وراها الاغاني الثانيه زي تك تك وزي انت زعلان مني كمان. أكيد يعني اليوم كمان. الفنان ما بيقدر يعمل أغنية واحدة تكون حلوة بس المسؤولية بتكبر، لا إياد يعني اليوم أنت بعد بعد ما عملت لتغيبي وكسرت الدنيا فيها، قدي كان صعب عليك وقدي خفت أنه الغنية الثانية اللي من بعدها لازم تكون بقوة لتغيبي، لأنه طبعا الناس اليوم بينسوا أو يمكن أوام ترجع بتغيب إذا ما عملت غنية حلوة. مش بتغيب، اليوم صار صار عصر سرعة كثير يعني، صار خلص الأغنية تسمعيها يعني تسمعيها ويلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده. فأنا كانت الأغنية اللي وراها كانت بعد بست بعد بست بسبعة أشهر كانت تك تك، هي كمان ألحان أرمنية وصورتها بنفس الطريقة، حبيت قلت بدي اكمل بنفس طريقه التصوير اللي هي بدي اسالك عن التصوير هالعفوي. انت اصلا اياد لنكون شوي عم نحكي عنك كشخص، شخص كثير حقيقي يعني على السوشيال ميديا، حقيقي مع جمهورك، حقيقي دائما بتتفاعل، بنحس انه السوشيال ميديا انت يلي ماسكه مش عندك شركه. هل هيدا الشيء بتحسه اقرب قربك من الناس؟ أكيد. قرب الناس لاياد؟ اكيد اكيد، لانه حسب شو انا بفكر انه هو مش مزبوط 100% انه انت تمسك السوشيال ميديا، انه شغله كثير صعبه. واكيد في ناس اللي هي متعلمه هذا الموضوع وبتفهم اكثر مني، بس انا بحس انه لما انا ماسك السوشيال ميديا انا بكون قريب من الجمهور اكثر، انا بعرف شو بدهم، انا يعني ببعثوا لي يعني تعال نقول انا 70% او 80% كل الاغاني اللي بعملها والافكار الجديده اللي بعملها هي باخذها من الجمهور من شو ببعثوا لي. هالقد الموضوع بتسمع لهم يعني أكيد بتسمع طبعاً شو بدهم طبعاً، وهيدا الشيء ظاهر هن بيشوفوا يعني بيقولوا لي احنا بنشوفك مثلا بهذا اللون، بنشوفك بهذا اللون، بهاي الاغنيه إيه اعمل هيك، فانا كثير بسمع. حلو هيدا الشيء. شو بدك تسمعنا هلا؟ انا بعرف انه كلهم عبالهم يسمعوا البنت القويه، هيك قالوا البنت القويه. يلا اكيد اجاني شيء 100 مساج قولي لاياد بليز غلينا للبنت القويه. إذا أنت تركتيني بطلت تحبيني، والله لا خلي عيني ما تعودي تشوف. إذا أنت فليتي يعني انخرب بيتي، شو بعمل بحالي مش معقول. أنت خلقتي لقلبي لي مطرحك جواك، بتنهي حياة. انت خلقتي لقلبي لمطرحك جواته، كلمة منك بيعيش، كلمة بتنهي حياة. في اليوم شي غنية اياد سمعتها قلت يا ريت هيدي الغنية لإلي هلا؟ من كلها منجار كثير بحبها. ايه بقى نسمع. تعال نقول بكل حفله انا بغنيها اجباري، كثير بحبها، كثير بحسها قريبه مني وكثير تشبهني. نسمعها؟ يلا يلا اجي ورا بعض. ايه بقى نستفيد من وجودك. كلنا مننجر
نمشي بطريق ببلش خير بيقلب شر، كلنا مننشر. نمشي بطريق ببلش خير بيقلب شر، وانت حر. هالحياة كتير بتغري، كوكبنا بلف وبيدور، وبدك ايانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور. بدك للحق الناس بتكره كلمة لا، ماشي الدنيا بالمقلوب، كل شي ممنوع مرغوب، بطل في فرق كبير بين الباطل. بدك للحق الناس بتكره كلمة لا، ماشي الدنيا بالمقلوب، كل شي ممنوع مرغوب، بطل في فرق كبير بين الباطل والحق، وانت حر. هالحياة كتير بتغري، كوكب بلف وبيدور، وبدك يا انا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور. الله يا اياد، بدي اتشكر بالبدايه سوري، بدي اتشكر ايوه نحن كمان بدنا نشكر رامي حبيبي، رامي العلم. اهلا وسهلا فيك رامي. اياد، الدنيا بتغر، كيف ممكن نجم مثلك يحافظ على، بعرف انه انت هيك عندك اخلاق كثير عاليه وتواضع، شكرا ميرسي كلك زو، كيف ممكن يحافظ هيدا الشيء، وقد ايه ممكن العكس ياذيه؟ شو بقولوها، يعني اعوذ بالله من كلمه انا، انا بحبش اقول انا، وانا انا حسب، انا جاي من بيت متربي ببيت اهلي كثير، وشبعان ببيت اهلي كثير، واضح ولا شيء. شكرا. وبتخيلش انه في شيء اللي غيرني، يمكن تغير في كثير امور من وقت اللي لنقول انا عرفت، بحبش احكي شهره ونجوميه. صرت شوي يمكن احترم مواعيدي، صرت شوي اهدى، كنت كثير انسان فوضوي، إذا بدك كنت ما كانش في عندي مسؤولية، بس صرت انتبه من الناس أكثر. هيدا العالم فيه طبعا أنا تركها على ربنا، ربنا هو الحامي أكيد، بس بنتبه أكيد، بس أكيد ربنا هو الحامي. أنا بحكيك عن نفسي، أنا إنسان اللي ما تغيرتش، ما فيش إيش اللي تغير علي. حلو هيدا الشيء، واصلا واضح الحمد لله من كل شخص بتابعك. اياد اليوم خبرني، وينك شوي من موجة التيك توك؟ انا جديد بالتيك توك. كيف لقيتها؟ حلوة. بدك تلحق، بدك تمشي مع العصر، بدك تمشي. طب شو رايك بالنجوم يلي اليوم، يعني نجوم تيك توك بسموهم نجوم تيك توك، يلي هن اشخاص يمكن عندهم موهبه معينه ما في شك، بس انه انتشارهم دائما بيكون اسرع من خلال اشياء مش كتير مدروسه، مش كتير يمكن اذا فينا نحطها تحت فنيا، اغاني فنيا. ايه اليوم اذا بدك، اليوم احنا وصلنا لمحل، اليوم الاغنيه صارت اذا نجحت تيك توك نجحت بال، يعني صار اقوى من اليوتيوب اليوم، يعني صراحة. لازم الفنان يلحق تيك توك، مش يبعد عن هيدي الموجه، او لازم يحافظ على شيء معين. الفنان لازم يعني يلحق كل موضوع بس بطريقه صح، يعني مش بطريقه غلط. انا جيت على التيك توك هلا، الاغنيه اللي عم نصورها، اللي عم بعملها الجديده هلا، هي راح نشتغل عليها على تيك توك. أوكي. بس بطريقه طبعا اكيد بطريقه ايجابيه اللي ما تضر المشاهدين، لانه نسبه المشاهدين على التيك توك هي جيل صغير، فنحن ما بدنا نعمل شغلات اللي تضر هذا الجيل. صح، وهيدا الجيل الصغير يمكن اليوم بعيد شوي عن التلفزيون، اكثر متجه نحو التليفون والابلكيشن، ما بتكون تلحقوا. اليوم اياد، بتامن انه في صداقات بالوسط الفني؟ انت من الاشخاص يمكن الاكثر شيء بشوفك هيك حاطط صور مع الفنان وديع الشيح، كنت من يومين وديع صديقي. مزبوط. خبرنا. في صداقات اكيد، في صداقات، في شيء عمل جديد عم بتقوموا فيه سوا او لا؟ لا لا، انا وديع احنا رفقة من قبل، يعني من زمان اصحاب انا وديع، انا عندي كثير اصحاب، بديش انسى حدا، بس انه بهالسفره شفت وديع وكارلوس كمان، تحيه لهم. اصحاب انا وياهم كثير،
بتآمن انه في هيدي الصداقه؟ يعني بتباركوا لبعض، بينبسطوا لك بعمل جديد بتقوم فيه انت؟ أكيد طبعا. بتبارك لهم؟ في صداقه لحد انك ما تاذيش اللي يعني. بحس انه لانه بس لك شغله، النجوم بالعالم العربي شوي مختلفين عن العالم الاجنبي اللي نحن بنشوفه، هونيك بتحس في اكثر نوع من هيك تعاون بين بعضهم، في هيدي المحبه، بيكتبوا تويت عن بعضهم، بغنوا لبعضهم. هون دائما بس توصل مثلا اياد، مش انت بس حي الله فنان، غني غنيه لها، بقول لك لا انا مش حافظها، انا بغني للكل، ما فرقش معي. ومظبوط اللي عم تحكي، هو في مثل بيقولوا فيش طباخ بحب طباخه، يعني فيش حدا بحب زي زي صنعته. انا برجع بقول بحبش احكي عن حالي، انا ما عنديش هاي، انا بغني للكل، فيش عندي مشكله اغني لحدا، وانا عندي صداقات ماليش بغيري، بس انه لازم يكون صداقات ولازم يكون حلو، لان هذا الشيء يمكن بينجح كل الفنانين وما حدا بياخذ من رزق حدا اليوم. والغنيه الحلوه كل فنان في عنده جمهوره، صحيح. اذا انا بغني للفنان اغنيته او بعمل معه عمل مشترك، انا كسبت جمهور وهو كسب جمهور من عندي، فالشيء يعني. هون بدي احكيك شوي على الكفر سونجز، يعني انت كمان من الفنانين اياد اللي بتغني لغيرك وبتصورهم كمان هيك طبعاً بطريقه مهضومه. شو رايك اليوم بالكفر سونجز؟ في كثير بيقولوا هلا انه انت حققت النجوميه اللي بدك تحققها، صرت تسمح لحالك تغني كفر سونجز، لانه في فنانين عم يبدوا بهيدا الشيء وما عم يقدروا يطلعوا من هيدي الموجه، يعني ما عم يقدروا يطلعوا من الكفرز للاغاني الخاصه. هل اسهل انه تكون عندك اغانيك الخاصه وتصور كفرز؟ لا، انا بدايتي كنت اعمل كفرز قبل الاغاني الخاصه. حسب، انا شخص بحب كثير اعمل كفرز اغاني قديمه، بالذات ام كلثوم، بالذات استاذ وديع الصافي، جورج وسوف، انا كثير بعمل كفرز لالهم. يمكن سهل للفنان يبدا بالكفرز ليوصل لينعرف، لانه بتكون اغنيه يعني اوريدي صارت معروفه خلص، فبيكون اسهل عليه وبينتقل للاغاني الخاصه. بس انا ما فكرتش بالطريقه، انا عملت كفرز قبل وعملت اغاني مع بعض، انا كنت اعمل اغنيه خاصه انت لإلي. شخص اياد متصالح كثير مع حاله. على كل حال، شو بدك تسمعنا هلا؟ شيء هيك، شيء كفر بتحبه او شيء لك مثل ما بدك. إيه، انت زعلان مني؟ يلا كورتسون. كورتسون صح. ها احلى اغنيه عندك الحان زياد برجي، بوجه له تحيه حبيبي، تحيه كبيره له. انت زعلان مني، منك سئلان عني، لو تعرف بس اني بعدك رح اموت، قلبي تعبان بدو تبقى على طول حدو، قلبك كبير الدوم انت ومبسوط، تنساني انا ما بنسى، تهجرني انا بدي اياك، يا حبيبي تع على قلبي تع، انا ما بدي عمري بلا، تنساني انا ما بنسى، تهجرني انا بدي على قلبي تاع، انا ما بدي عمري بلاك بلاك. اياد هيدي كمان من الاغاني اللي عملتها كمان اللي كسرت الدنيا، يعني لا تغيبي يمكن، وهيدي الاغنيه هن اكثر اغنيتين، والكليب اللي صورته كمان كان شوي كليب جديد نوعا ما، يعني دائما ما عندك مزبوط صورتك، يعني انا هيدا الشغل كثير بحبها فيك على فكره، لانه كنت امبارح هيك عم شوف شوي اليوتيوب شانل تبعك، الموفي يعني الفيديوز اللي حطيتهم، دائما ما في عندك هيدا الايجو انه انا بشوفك مع اصحابك، بنشوف في عفويه بتصويراتك، قد ايه هيدا الشيء حقيقي، وقد ايه هيدا الشيء بخليك تكون اقرب من الناس. طلع موضوع الكليب اللي عملته انا لا تغيبي وتكي تكي، هو كان عن طريق الصدفه. احنا كان عندي عرس بالمغرب انا والفرقه، طلعنا على المغرب، فانا صورت بتليفوني كل السفرة، الأجواء، ما كانش ببالي إني أسوي الأغنية، وغنينا من الأغنية، كنت أنا عاملها ومغناها للأغنية بكم حفلة، بس ما كنتش بعدني حاططها على اليوتيوب.
فروحت على البلاد قلت بدي اعمل فيديو كليب. شفت الفيديوهات بتليفوني قلت ليه ما عملش مونتاج، يعني بكل تواضع هو اكثر يعني اقل فيديو كلفني يعني شكله. بعرف شو قالوا لك اللي حواليك، قالوا لك لا يا اياد الغنيه مكسره الدنيا خلينا نصورها كليب، انه لانه بيوم احنا عملنا المونتاج بيوم واحد، فطلعت مهضومه والناس حبتها الحمد لله وتوفقنا فيها، لانه اليوم الناس زهقت سياره وفرقه رئيس وخانتك وخنتها وكوباية نسكافيه على الشباك وكذا والبيوتي شوتس هيدول الكتير مدروسين، يعني بينت عن جد يمكن اياد الشخص الشاب العادي اللي هو عم بغني لحبيبه. خبرنا اليوم اياد، سمعنا كلنا بخبر اعتزال الفنان ادهم نابلسي، شو رأيك بهذا الموضوع، وهل أنت ممكن تعمل هيدا الشيء من أجل الدين أو حيالة شيء تاني؟ أول شيء بوجه له تحية أدهم، أنا ما أعرفوش شخصيا لأدهم، بس في بيناتنا أصحاب مشتركين. اللي بعرفه عن أدهم قبل ما يعتزل ولا قبل ما، بعيدا عن الفن، أنا أدهم إنسان كتير مؤمن وكتير ابن بيت، يعني صحيح. جدا محترم. حكولي شغلة عن أدهم، يعني هيدا بيت أدهم، هيدا بيت أمه، إذا بيجيب تعا نقول لأمه تلفزيون، لمرته بيجيب لأمه تلفزيون. حلو. إنسان جدا مؤدب ومحترم، كل مين عدينه الله يعينه كيف بقولوها. أنا شخصيا ما فكرش بها، يعني ما شوفش حالي أعتزل كرمال شيء، يعني الحمد لله، بس إذا ربنا يعني بس لأسباب صحية ممكن أعتزل الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ما بصيبنا شيء ان شاء الله، اكيد ان شاء الله. هو حر، بحترم قراره، وانا كثير من محبين الاغاني تبعونه، يعني كلنا زعلنا يمكن أكيد من محبتنا لاغانيه ومن أكيد محبتنا للموهبه اللي عنده اياها ادهم. بس مثل ما قلت يعني قوه قلب انك تمحي اغنيه من اليوتيوب اللي عليها 250 مليون، هي قوه قلب، يعني بعرفش يعني ما توقع آخر شيء توقعت إنه يمحق أغنية، يعني أوكي اعتزلت، بس إنه يمحق أغنية كان إشي غريب. صح. قوة قلب عن جد. صح، يعني هيدا تخلي يمكن عن شيء بالنسبة لإله ما بعرف عباله يمحيه من الله حياته. يوفقه. الله يوفقه. شو بدك تسمعنا بعد إياد؟ شو بدك تسمع، على جورج ولا لأدهم؟ أدهم يعني على بالي؟ لو في مسح له الدمع اللي زرعته اخدته، ضوله بهالعتمة شمعة ورجع كل شي بده، يرجع كل شي مثل الاول. على بالي على بالي، لو في مسح له الدمع زرعت أخدته، ضوله بهالعتمي شمعة ورجع كل شي بده، يرجع كل شي مثل الأول. على بالي على بالي على بالي، اكتب غني على بالي على بالي، تحكي عني صاير فيه شو غير أحوالي، تحكي اللي مخبى بعيني افضعت من الحنية، حتى القلب اللي كان مطيب كيف ضايع من حالي، يرجع فينا الماضي شوي. على بالي على بالي، أعرف شو اللي تغير فيه الثاني عالغالي، بعرف ما عاد بان علي عتب وعاللي كاين فيه، مش هيدا اللي قلبي حبه ولا خصو بحالي. لو في امسح له الدمع اللي زرعته اخدته، ضوله بهالعتمة شمع ورجع كل شي بده، يرجع كل شي مثل الأول. على بالي على بالي. يعني
يعني انا اليوم وعيتك بكير وعم خليك تغني كثير اغاني بس قد ما مبسوطين فيك اياد. اليوم اياد يمكن انت من اكثر الفنانين كمان بيحيوا اعراس، يعني انا عندي هيك على انستغرام يوميا تقريبا. مزبوط. عندك عرس او حفله خاصه. مزبوط. شو الفرق اليوم بين انك تحيي حتى عندك حفلات كثير بالجامعات وبنشوف تفاعل الشباب معك، وهذا الشيء كثير حلو لانه بزيدك يمكن ثقه بقد ايه انت عم تقدر توصل لكافه شرائح المجتمع. الحمد لله. شو الفرق بجو السهره العرس؟ جو السهره والعرس عن الحفله. العرس هو انت جاي على كل عريس وعروس هم شايفين انه هاي الحفله حفله الموسم تبعتهم، بحسوا انه حفلته هي اهم حفله هاي السنه، فانت بدك توصل هذا الشعور، بدك تعطيه حقه وتعطي كل عريس وعروس. بتعرف انت انه اليوم في كثير فنانين بغنوا بيقولوا ايه بس انه منه خرج يجي على عرس، لانه العرس بيكون عنده طبع مثل ما قلت اول شيء خاص وبيكون بده يزرع فرحه معينه. مزبوط. هو بيختلف عن بيختلف كثير عن الحفلات الجامعه او عن الحفلات المهرجانات لانه زي ما قلت بالنهايه هو انت بدك تزرع الفرحه للعريس والعروس، بدك توصلي لهم تنطيهن الشو تبعهن. بس بفرحك هيدا الشيء، يعني ثقة بالنفس اليوم انه انت تكون ما عم تقدر تلحق على الاعراس وعلى كل الحفلات. ان شاء الله هيك دائما بالنجاح. خبرنا اياد اليوم هلا بنرجع على بيروت وشو جيت تعمل ببيروت اياد وشو عم تحضر لنا شيء جديد؟ جيت حطيت صوت على اغنيتي الجديده رح نزلها ان شاء الله اول الصيفيه، هي كلام والحان رامي الشافعي توزيع عمر صباغ، وراح صورها فيديو كليب هلا خلال هاي الفتره. تحيه لقلهم اكيد انه غنيه كثير حلوه. شو الموضوع الله. هي حتكون فرحه، حتكون حزينه، حتسمعنا جمله منها؟ حتكون فرحه، اغنيه صيفيه، اغنيه كثير حلوه انا كثير حبيتها، اغنيه اكشن. هي اللي نقال الاغنيه واللي قنعني فيها هو فواز، وجه له تحيه صديقي فواز. ما كنتش مقتنع في الاغنيه لحد ما حطيت صوتي، يعني ما حسيتها انه انا، بس لما غنيتها وسمعت بعض الغناء فهمت انه هذا انا. هاي الاغنيه إلي. سريعه، يعني اغنيه أكيد سريعه أكيد. حتكون وحيتصور فيديو كليب كمان بلبنان ان شاء الله بلبنان. إيه اكيد، يعني هلا باقي عنا فتره إيه إن شاء الله. طويله استقبلوني. ايه اهلا وسهلا فيك، منور بيروت ولبنان. اياد اليوم اذا بنحكي شوي عن الحفلات، سمعتك بمحل عم بتقول انه انا مثلا كثير اوقات بيصير في طبعا حفلات كثير كبيره وبيجي فنان مثلا بيصير ينزل سعره كرمال الفنان الثاني ياخذ محله، هل هذا الشيء بعده عم بتواجهه اليوم او بتحس لاثر؟ اكيد موجود هذا الشيء، موجود. بزعلك هيدا الشيء بين الفنانين؟ اكيد بزعلني لانه يعني بزعل على الفنان، اللي بزعل على الفنان اذا هو بنزل بسعره عم برخص بحاله، مش شرط انه يكون سعره غالي قوي، بس انه في شيء في مبلغ معين او في، تعال نقول على فلسطين عم بحكي لك انا، في ارقام معينه اللي احنا متداول فيها. يمكن انا شوي سعري يمكن بكل تواضع يمكن انا سعري شوي اغلى عن غيري لانه انا مع الباند بيكلفني وكثير امور اللي بتكلفني، بس انه بتحسي مش حلو بحق الفنان انه ينزل بسعره، بتضره له لقدام بتضره. حاليا يمكن راح يشتغل ويفرجي ويشوف، بس لقدام راح تضره كثير، راح يكون هو عم يحصل اكيد. بدي اسالك اخر سؤال اياد، اليوم في كثير فنانين وانا بصباح اليوم دائما بقصد اوقات يكون معي فنانين يعني عم ببلشوا يرسموا دربهم الفنيه وعندهم صعوبات كثير كبيره ليقدروا يوصلوا، بيقولوا انه اليوم رغم وجود السوشيال ميديا، رغم وجود كثير وسائل بتسهل وصول الفنان وبكون صراحه عندهم اصوات كثير حلوه ما عم يقدروا يوصلوا، شو هيك نصيحة منك لألون كون أنه أنت فعلا مثال أنا بعتبر لشخص بلا ليه؟ طب ليه مستخف بحالك؟ مش مستخف بحالك بس والله عم بتكبريني كثير. لا ما عم كبرك، هيدي الحقيقة، يعني اليوم أنت مثال للفنان يلي اشتغل صح، لأنه نحن بعصر للأسف الفنانين عم بيروحوا لأشياء منا حلوة أو مزعجة. شغل صح، شغل صح، المثابرة، الاختيارات الصح، لازم يكون معاه اكيب عمل اللي 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 يمشيه لحاله بزبطش. شركه قويه، اختيارات مظبوطه، ناس اللي معاه يكون محبه حقيقيه بيناتهم، بس بالبدايه يمكن مش راح يكون معاه اكيب عمل ولا يكون معاه ناس اللي هيدي هي. يعني انت اليوم لنجحت اغنيه لإلك لقدرت يمكن تحقق هيدا التيم القوي اللي تحطه حدك. حسب رايي يوثق بحاله، اهم شيء يوثق بحاله وتكون الموهبه اكيد موجوده،
والاختيارات الصح، الاغاني الصح، مش انه يلا بدنا نعمل اغنيه. يعني انا ببداياتي في كثير اغاني اللي انا عملتها هيك اليوم يعني انا يمكن ندمان عليها، ما كانش لازم اعملها، كانت اختيارات خاطئه. اختيارات الصح هي اهم شيء، يحس انه ويتبع لون معين، يعني ما يضيع، يعني ما يعمل يعني يعمل هويه اذا بدك يعمل هويه له بالضبط. لا له كفنان شو بك لما تسمع، يعني مثلا اليوم انت بتسمع اغنيه، تعال نقول بتقولي إيه هاي الاغنيه بتشبه هذا الفنان، هاي الاغنيه بتشبه هاي الفنانه، لانه رسم له صوره، رسم له لون وخط للناس. هذا مهم. هذا الشيء بدي اتشكرك اياد طنوس على وجودك معي، كثير انبسطت بهالمقابله، بدي اتمنى لك كل النجاح. ناطرين اغنيتك الجديده يلي انا مأكده انه حتكسر الدنيا، وبدي اقول لك انه انت نجم ذات اخلاق فعلا كثير عاليه، بتشرف فيك واهلا وسهلا فيك بقرارات الجديد، وان شاء الله بنشوفك بحلقات لاحقه. هيك مشاهدينا بكونوا خلصوا فقرات صباح اليوم لنهار الاحد بريك.